بأجواء روحية وتراتيل شجية، احتفلت الرعية الكلدانية في الأردن بمنح سر المناولة الأولى لأبناء الرعية، وذلك في قداس احتفالي ترأسه قدس الأب زيد حبابة في كنيسة القديس يوحنا دولاسال الفرير، وفي عدة القداس الذي حضره عدد كبير من أهالي المتناولين وأقاربهم. تحدث الأب حبابة شارحا للأطفال معنى التناول الأول، حاثا أهاليهم على الاشتراك بقداس الأحد مع أبنائهم. وفي الختام شكر قدسه كنيسة القديس يوحنا دولاسال الفرير على تعاونهم الدائم مع الرعية الكلدانية لفتح الكنيسة لهم.